يوم بعد يوم عم نشوف كيف أصحاب الهمم عم يقدروا يثبتوا نفسهم بالمجتمع ويحققوا إنجازات كتيرة ببعض الأحيان عجز عنها الكثير من الأشخاص الآخرين، وهذا كله نتيجة جهود الشخص ذاته ومحيطه يلي هو عم يساعده ويدعمه. صحيح، وإيمانه بذاته، أنه مثلاً إذا عند حدا إعاقة معينة أو طلب معين لبذل جهد مضاعف فهو مستعد ليواجه الإعاقة ويبذل مو بس جهد مضاعف، 10 أضعاف الجهد المطلوب. واليوم عم يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة للعمل على انخراط أصحاب الهمم بالمجتمع وتعاملهم بالمساواة مع جميع الأفراد، عن تأهيل كوادر قادرة على التعامل بشكل صحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع. رح يكون موضوع حديثنا اليوم مع دكتورة حنان غوثاني، اختصاصية بالتربية الخاصة. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية ناخذ من حضرتك اليوم كيف عم يكون، عم تلاحظوا أنتم كمختصين أنه في وعي مجتمعي فعلا تجاه هدول الأشخاص اللي هن أصحاب الهمم وانخراطهم بالمجتمع، كيف عم يكون تعامل الناس معهم؟ طبعا في ازدياد بالوعي عن الوضع السابق، لانه نتيجة تغير نظرة المجتمع لهدول الاشخاص لذوي الهمم، وخاصة بنلاحظ من تغير تسميات من كانت ذوي الإعاقة لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة الى ذوي الهمم. هذا بيرجع ناتج الى الجهود اللي عم المعنيين والاخصائيين بهذا المجال، لكن نتأمل أنه يصل إلى درجة الوعي إلى الحد المطلوب أو الحد اللي بنطمح له، وهذا بيحتاج طبعاً جهود جبارة على كافة الأصعدة. تماماً بغض النظر عن التسمية، ولكن الإيمان الذاتي بالشخص نفسه يؤمن بذاته أنه أنا عندي حالة معينة مثل ما غيري عنده حالة مختلفة ولكن كمان خاصة فيه هو، فخلص خليني أنا مثلاً امشي قدما نحو الامام واندمج بالمجتمع. من هالمنطلق الدمج كيف بتعرفوه بالتربيه الخاصه؟ الدمج هو اتاحه الفرصه لاطفال ذوي الهمم بالمشاركه مع الاطفال العاديين بنظام التعليم. بنأكد على مبدا تكافؤ الفرص بين العاديين وذوي الهمم، وهذا بيساعد الاطفال ذوي الهمم على تقبل الاندماج مع الأشخاص الآخرين بزيادة التفاعل الاجتماعي، إضافة إلى أنه بيساعدهم على تحقيق ذاتهم. طيب خلينا نحكي عن الأهداف، شو أهداف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المجتمع؟ شو الشيء اللي رح نحصل عليه من دمجهم، وشو الشيء اللي رح نفرجيه للمجتمع من خلال دمجهم؟ تمام، الدمج بيساعدهم على نموهم الاجتماعي، نموهم المعرفي، بيساعد على الاستفادة من المهارات عند الأطفال العاديين، اكتساب المهارات، إضافة إلى أنه تقبل ذاتهم بشكل أفضل، تطوير مهاراتهم بشكل أفضل. خاصة وزارة التربية اهتمت بعملية الدمج من خلال الوزارة، من خلال المدارس الدمج اللي قامت فيها واللي جعلت انه في كوادر مؤهله للعمل، اضافه الى وجود برامج خاصه للعمل مع هذه الفئه. تماما، يعني ذكرتي اخر جملتين هن الاهم. المشكله مو بذوي الاحتياج الخاص، بصاحب الاحتياج الخاص، المشكله بالاشخاص الثانيين اللي ما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معه. يعني انا لنفترض في مدرسه نموذجيه مخصصه من وزاره التربيه للدمج، طيب نحن عندنا مدرسين مؤهلين يكون عندهم شعبة فيها 40 طالب، لنفترض نصهم 20 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة والنص الثاني ما عندهم احتياجات خاصة، بيعرفوا كيف يدمجوا بيناتهم بدون ما يقللوا من شأن فئة على حساب فئة ثانية؟ بيعرفوا كيف مثلا يتعاملوا مع صاحب الحاجة الخاصة دون جرحه نفسيا ودون تهميش الشخص الآخر أيضا؟ تمام، بعملية الدمج عم نهيئ كوادر معلم تربية خاصة إضافة إلى معلم المدرسة العادية، نعمل برامج مشتركة بين الأشخاص العاديين والأشخاص ذوي الهمم. هذا بيساعد نوعا ما أنه بيزيد التقبل لدى الأطفال ذوي الهمم وتقبل الأشخاص العاديين لذوي الهمم. طيب خلينا نحكي عن أنواع الدمج اللي بتختلف بين دمج اجتماعي، أكاديمي، مكاني، شو الفروقات بيناتهم؟ طبعا في انواع من الدمج، منها الدمج الاكاديمي اللي هو بيدمج الطفل ذوي الهمم بنفس المدرسه اللي فيها الطفل العادي وبنفس الصف، بس هذا يتطلب
شروط معينه لنجاح هذا الامر. معناتها في اشخاص انتم ما بتفضلوا كمختصين يتم دمجهم بال لا يتم الدمج المجتمع. لكن بشروط منها تقبل الطفل العادي للطفل ذوي الهمم، وجود معلم تربيه خاصه اضافه الى المعلم العادي، ووجود برامج مهيئه للاشتراك بين الاشخاص الثانيين. في نوع الثاني من الدمج هو الدمج المكاني. في نفس المدرسه بيندمج الطفل العادي مع الطفل ذوي الهمم، لكن بصف خاص فيه، اضافه الى وجود معلم خاص فيه وبرامج خاصه لنوعيه ذوي الهمم. في نوع الدمج الاجتماعي، هنا ندمج الاطفال ذوي الهمم مع الأطفال العاديين بالأنشطة الاجتماعية، مثل الرحلات الترفيهية، مثل أنشطة الموسيقى، أنشطة الرياضة. هذا بيساعد التفاعل الاجتماعي بين الطفل ذوي الهمم والطفل العادي. إضافة إلى أن النوع الدمج المجتمعي هو دمج أصحاب الهمم بالأنشطة اللي بتقدمها المجتمع، واستفادة أصحاب الهمم من الخدمات اللي بتقدمها المجتمع على كافة الأصعدة، ثقافية، اجتماعية، حتى الحصول على مهن مختلفة من ضمن المجتمع. هذا اللي لازم ندعمه أكثر، وتقوم المؤسسات بدعمه بإدخال ذوي الهمم إلى مؤسسات المجتمع بشكل كامل. تمام. اليوم صار في عنا بالتعليم السوري كلية اسمها الكلية الطبية، موجودة يمكن بالطابق الثالث أو الرابع بمبنى كلية الطب البشري بجامعة دمشق. هي تعنى فقط بتأهيل والتعامل مع ذوي الهمم أو اللي عندهم إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية أو إعاقة حسية أو إعاقة عقلية ببعض الأحيان، فيزيولوجية أقصد. فبرافو إنه فقنا نحن، ولو إنه ما تخرجت يمكن الدفعة الأولى أو تخرجت بظن من هاي الكلية، بس فعلا التعامل مع ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، لأنه WHO منظمة الصحة العالمية أقرت مصطلح إعاقة للإطلاق على الشخص اللي عنده حاجة خاصة، التعامل معه حساس جدا. فشو الأخطاء المرتكبة مننا كأشخاص غير مؤهلين وغير مدربين للتعامل مع أصحاب الهمم؟ الأشخاص الغير مؤهلين وغير مدربين ما بيستطيعوا التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم، لأنه الكوادر لازم تكون مؤهلة منها مهنيا وأكاديميا، وهذا ما اهتمت فيه دولتنا العظيمة من خلال إحداث قسم بجامعة دمشق كلية التربية. قسم التربية الخاصة هو اللي بيأهل الكوادر وبيخرجها سنويا بأعداد كبيرة، هي اللي بتساعد التعامل مع هذه الأشخاص. طيب، كلمة ختامية بتحبي تضيفيها بمناسبة يوم اليوم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم العالمي طبعا، شو ممكن تكون الخطة على المدى المنظور من اختصاصكم بالتربية الخاصة؟ تمام. أولا بدي أحيي كل عائلة لديها طفل ذوي الإعاقة، وأدعوهم أو أرجو منهم استيعاب أو تقبل الطفل اللي عندهم، وعدم الخجل من إظهاره بالمجتمع، وزيادة وعيهم أكثر بكيفية التعامل مع الطفل من خلال الإرشادات، الورشات التدريبية والورشات التوعوية اللي لازم يتعلمها الطفل، إضافة إلى إلحاق الطفل بالمراكز المختصة حتى كيفية الاستفادة من القدرات اللي موجودة عندها حتى يندمج ضمن المجتمع، أكيد حتى الوصول إلى مستوى أفضل إن شاء الله يا رب. يعني نتمنى لهم كل التوفيق ونجاحهم، فعلا نشوفهم ضمن المجتمع، وفعلا كل الإنجازات اللي هنن عم يتعبوا على نفسهم فيها نشوفها محققة على أرض الواقع. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك. يسعد صباحك.